مساء الخير متابعينا الكرام، انا مرحبا بكم في كل مكان. برحب بكم في خطه جديده. احنا دلوقتي موجودين في قريه ميت الحولي المؤمن التابعه لمركز منيه النصر، والبلد كلها نزلت زي ما حضراتكم شايفين لاداء صلاه الجنازه على الشاب عمر اللي عمره 17 سنه، الابن الاكبر لوالدته واللي كان مسؤول عنها هي واخوها واخوه الصغير اللي عمره 12 سنه بعد انفصال والده من والدته، وعاشت وكبرته. لكن للاسف الشديد راح ضحيه على يد احد الاشخاص، شاب يدعى فارس، بعد خلاف بسيط جدا معاه اول امس، والناس بدات المقربين يفضوا المشكله واعتقد ان كده خلاص عمر رايح شغله. وللاسف الشديد بدا شاف فارس مقابله على الطريق اثناء عمله شغله في المغسله اللي بيشتغل فيها عشان يصرف على مامته وبيته واخواته وشقيقه، وطعنه طعن واحده نافذه في ادت الى انهاء حياته على الفور، وبعدها تم نقله الى مستشفى منيه النصر، ومن مستشفى منيه النصر المستشفى المنصوره الدولي. انا لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قرية ميت الحولي المؤمن كلها نزلت تودع ابنها الشاب عمر اللي عمره 17 سنة، وراح ضحية على يد شخص يدعى فارس عمره 17 سنة أيضا، بعد ما سدد له طعنة نافذة أنهت حياته على الفور بسبب مشاجرة عادية جدا كانت أول أمس. عمر شاب الأكبر لوالدته، وهو اللي كان مسؤول عن البيت، وشقيقه الأصغر اللي عمره 12 سنة بعد انفصال زوجته والدته عن والده، وطبعا البلد كلها بتشهد بأخلاقه.
بإذن الله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدعاء للشاب عمر اللي عمره 17 سنة راح ضحية على يد أحد الأشخاص. شاب يدعى فارس عمره 17 أيضا سنة بسبب خلافات عادية جدا. فارس انتظر عمر أثناء ذهابه للعمل في المغسلة اللي بشغل فيها عشان يصرف على مامته شقيقه الأصغر بعد انفصال مامته عن والده، وطعن نافذة بالأمس وتم نقله إلى مستشفى مدينة النصر، وبعدها تم نقله إلى مستشفى الدولي بالمنصورة لتشريح الجثمان، والآن البلد كلها نزلت عشان تودعه. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعداد كبيرة جدا زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، البلد كلها نزلت ستات ورجال أصغرهم وأكبرهم لتشيع جثمان الشاب عمر اللي عمره 17 سنة حزنا على فراقه. راح ضحية شاب يدعى فارس بعد ما سدد له طعنة نافذة أودت بحياته على الفور. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عمر يا صغير ونعس الحنة يا عمر.
يا عمر يا حبيب قلبي يا عمر يا عمر يا عمر يا ابني يا عمر يا حبيب قلبي يا ابني كبر ربنا يا عمر عشان نسيبك في حبيبي يا عمر ده فرح يا اولاد يا حبايبي ده فرح يا اولاد يا عمر الناس بتحبك يا ولد يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر خلاص يا عمر يا عمر خلاص دخلت يا عمر في الجنة يا عمر 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 يا